خير، عاملين ايه؟ انا وحشتني جدا الفيديوز دي اللي من النوع ده بقى، اللي هي فيها طاقه وحماس وبنقوم ننجز كده وبنذاكر وبنشتغل وبنعمل كل حاجه عايزين نعملها. طبعا عايز اقول لكم ان انا لسه صاحيه حالا وعندي طاقه وحماس ان انا اصور لكم الفيديو ده. عادي يا جماعه، حد بيعدي من تحت البيت ملناش دعوه. دلوقتي انا عايزه اقول لكم بقى ان انا هشارككم الروتين الصحي اللي حرفيا لو كلنا اتبعناه احنا كلنا هنبقى في حته تانية. فانا النهارده يومي هيبقى في البيت، عشان كده هشارككم انا ازاي بنجز في يومي وانا قاعده في البيت. فيلا بينا دلوقتي نروح على المطبخ، عشان دي اول حاجه احنا بنعملها اول ما بنصحى من النوم. قالونا متفقين ان احنا اول ما بنصحى من النوم بندخل التويليت وبنتوضى وبنصلي وبنخلص الاساسيات بتاعتنا. طبعا دلوقتي الشقه كلها ضلمه يا جماعه، بصوا انا بحب اقعد في الضلمه جدا جدا جدا، فاعذروني على الاضاءه اللي انتوا هتشوفوها عشان بجد انا بحب الضلمه. دلوقتي انا دخلت المطبخ، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، عشان انا عايزه احضر لي فطار حلو كده. انا الحمد لله خلاص صليت، بس لسه ما عملتش بقى السكين كير روتين الصباحي بتاعي، فلسه هنظبط كل ده مع بعض. انا دلوقتي في المطبخ يا جماعه وجبت التوست بتاعي. انا بصراحه بحب احيانا افطر بيض اومليت، احيانا بفطر توست، احيانا ما بفطرش اصلا. النهارده بقى يوم صحي، فاحنا عايزين نفطر وندلع نفسنا. انا مش هفطر كتير، انا بفطر 2 توست بس وبحطهم في التواسه، هي ورايا، فيلا بينا نروح نحطها. كريني هسيبكم في الجو الحلو ده ولا ايه؟ يلا بينا دلوقتي نعمل السكين كير روتين بتاعي. انا جبت مطبخ، ايوه، عشان خاطر مكسله بصراحه، انا لسه هروح بقى احط الستاند وبتاع. دلوقتي يا جماعه انا اول حاجه بعملها ان انا بحط سيرم الفيتامين سي، هو ده طبعا هو قرب يخلص يا جماعه. انا بستخدم بتاع دكتور رشيد، ومش هكذب عليكم انا مش هجيبه تاني لان انا حاسه ان في احلى من كده، ولسه عايزه اجرب كذا حاجه تانيه. ف ننسى بقى بتاع دكتور رشيل الفترة اللي جاية، هو لذيذ معايا وكويس، مش حاسة منه بأي يعني أضرار أو أي حاجة سلبية، لأن أنا بستخدمه تقريبا بقالي حوالي سنة، فأنا بحب أغير منتجاتي كل فترة. طيب أنا كده حطيت السيرم. قبل بقى ما السيرم يتشرب بشرتي أو بشرتي تتشرب السيرم كلها، هحط بقى المرطب. أنا يا جماعة طبعا محتاجة بجد اجدد كل حاجة تخص السكين كير روتين بتاعتي، فانا عندي مرطب ده من بيبانثين وده من بانثينول هيبتا، فبعمل ميكس ما بين الاتنين. هو قرب يخلص خلاص او هو شبه خلص اصلا. بصوا هنحط هنا وهنا، اكتر مناطق لازم ارطبها هي التيزون دي، عشان هي عندي بتبقى جافة قوي قوي، ويا صباح الشتاء والجفاف. وبصوا اكتر حاجه بكرهها بجد في الشتاء فكره الـ الترطيب، يعني بشرتي دي انا لو سبتها للشتاء الشتاء هياكلها. دلوقتي انا اهو هرطب بشرتي، بتك كويس قوي على الحتت اللي عندي بتنشف حتى تحت. بصوا انا كل حته عندي بتنشف في بشرتي. وعايزه اقول لكم هاك يا جماعه انا بعملها، اوف بوظنا البندانه، في هاك كده انا بعملها، وهي ان انا لما باجي احط المرطب انا مش بقعد اوزعه كتير، انا بسيبه طبقه كده على بشرتي لغايه ما بشرتي هي اللي تتشربه. يعني ركزوا كده في بشرتي، هتلاقوا الكريم لسه عليها، انا بقى بحب اسيبه كده لغايه ما بشرتي تتشربه. اخيرا التوست جاهز، دلوقتي بقى هجيب الطبق. وعايزه اقول لكم حاجه يا جماعه وارجو يعني عدم التقليد فيها، انا بعشق الطماطم وبعشق الفلفل. هتقولي على الفطار فلفل؟ جماعه انا والفلفل جزء لا يتجزا من شخصيه بعض، يعني ولا الفلفل يعيش من غيري ولا انا اعيش من غير الفلفل. عايزه اقول لكم التوست اتحمر قوي وانا بحبه كده عشان بيقرمش، واحيانا بحط له زبده كده وبتاع، بس النهارده بصراحه جاي معايا بجبنه، هنعمل بقى بجبنه عبور لاند. ده مش اعلان يا جماعه، بس هي اللي موجوده في الثلاجه. تعالوا بقى احكي لكم حاجه وانا بعمل معاكم التوست. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا الفتره الاخيره بجد اتغيرت في حاجات كتير قوي، اولها ان انا بقيت اهتم بنفسي اكتر من اي حاجه تانية. يعني من الاخر وقتي كله بجد رايح لنفسي، اللي هو انا مش بخرج مع اصحابي، اصلا مش عندي صحاب. ممكن يبقى عندي يعني ناس كتير قوي انا بحبها وهم بيحبوني وكل حاجه، وما بيننا عشره طيبه وما بيننا عيش وملح وكل حاجه، بس انا في الاول وفي الاخر يعني بختار صحابي بعناية جدا، والحمد لله الحمد لله
اختياراتي كلها مدمره حياتي على رايي، مش عارفه اللي بيغني اسمه ايه. المهم فانا كعبير زهقت من كتر اختياراتي الغلط، وبصراحه بقى عندي تراست ايشوز، مش هكذب عليكم. تراست ايشوز يا جماعه يعني ايه؟ عشان بس البنات اللي ممكن يبقى سنها صغير لسه ومتعرفش، تراست ايشوز دي يعني انا بقى عندي انعدام ثقه في الناس، اللي هو بقى بص انت لو عملت لي البحر طحينه انا هقول لك انت اكيد جعان، يعني فاهمين قصدي؟ فانا ما بقتش اصدق حد، ما بقتش اثق في حد، ومش عارفه دي حاجه كويسه ولا وحشه، بس المهم ان ده اللي حصل. طيب انا دلوقتي عملت التوست الاول وبعمل التوست الثاني. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا يا جماعه، انا نسيت احضر المشروب بتاعي اللي هو ايه. انا عايزاكم تجاوبوا في الكومنتات ايه هو المشروب المفضل بتاع عبير. عارفين يا جماعه لو جاوبتوا غلط انا هزعل منكم قوي والله. بعد عشرة الاربع سنين يعتبر في كل روتين صباحي وفي كل فيديو عامة انا بقول لكم ايه هو المشروب الصباحي بتاعي والمسائي واللي بحب اشربه تقريبا 24 ساعة. اتوقع ان انتوا هتكونوا كتبتوا الكومنت خلاص وجبتوا الاجابة، وهو الشاي بلبن. مشروبي العيش يعني مشروبي اللي تقريبا انا مهما اعمل في حياتي هيفضل هو ده المشروب اللي بحبه، مهما شربت ايس كوفي، مهما رحت هنا 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 انا خلاص. طبعا يا جماعة احنا لازم نقاطع ستاربكس والحاجات دي، انتوا كلكم اكيد سمعتوا وعرفتوا كل حاجة يعني، بس انا بأكد عليكم يا جماعة الحاجات دي ما فيهاش استهتار. يعني ما تجوش تقولوا مثلا هو انا لما اجي اطلب اوردر هو ده هيزود ايه، لا يا جماعة هم بيدوهم الفلوس دي، هم بيساعدوا اسرائيل بالفلوس دي، فلو سمحتوا لو سمحتوا يعني حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا استغنوا عن اي حاجة فيها شك، يعني استغنوا عن اي حاجة هتلاقوها انتشرت على السوشيال ميديا وتقال ان الاماكن دي زي ماكدونالدز زي ستاربكس زي نسلة زي نسكافيه، الحاجات دي كلها نقطعها يا جماعة الفترة دي. نبذة عن شخصيتي، مش انا قلت لكم ان انا بعشق الشاي بلبن وقعدت اديكم بقى اشعار فيه؟ انا جبت نسكافيه جولد. ليه بقى؟ اكيد باين على صوتي يا جماعة انا عندي برد وتعبانه، وبجد انا يعني بعمل لكم الفيديو ده بكل طاقه وكل حماس، برغم ان انا بصوا الكريم يا ربي، برغم ان انا بجد بقالي اربع ايام البرد مش عايز يروح مني، بس حاسه ان انا يعني مش عارف ماليش نفسي في شاي بلبن دلوقتي. شعر القطط يا جماعه بجد مبهدل الدنيا. انا بحط شويه نسكافيه جولد، بس مش هكدب عليكم انا بزود عليه شويه نسكافيه من اللي عندي في البيت، مش بروح اشتري جديد، اللي عندي خلاص عندي. اقول لكم حاجه كمان، انا مش هحط النسكافيه، هنحط دلوقتي انا بالنسبه لي بحط بصوا ربع معلقه سكر صغنونه كده بس، علشان احيانا بحس ان نسكافيه جولد بيبقى ناقص سكر. والكاتل جنبي اهو. بصوا بقى طريقتي في النسكافيه الجولد، ست بيت ولا مش ست بيت؟ انا عايزه اعرف اصلا، مش عارفه اقلب اصلا. بجد يا جماعه النسكافيه الجولد هو اللي بينقذني، يعني انا لو شايفاه قدامي بختاره هو، مع اني بحب الشاي بلبن اكتر منه. يعني انا في الاخر اصلا كوبايه النسكافيه دي انا ممكن تلاقوني سبتها بجد. ف يا رب اشربها، استنوا بس ادوقها واتاكد هي محتاجه ايه، لان اوقات بحط عليها نيدو وحاليا مفيش نيدو في البيت، فالموضوع ده مضايقني جدا. لا مظبوطه مظبوطه، وهشربها هشربها يا جماعة هشربها. مش عارفة انتوا ليه مش واثقين فيا، بس انا رميت المعلقة في حتة غلط جدا في الحوض، بس ما علينا. الفلفل، نسينا الطماطم، ازاي يا جماعة انا ما قطعتش الطماطم؟ هقطع الطماطم وارجع لكم. جدا بجد طولت معاكم في المطبخ، بس انا يا جماعة بعشق الزعتر، فهحط كده شوية زعتر على التوست بتاعي من فوق كده. بصوا يا جماعة احلى حاجة في الدنيا ان انتوا تحطوا على التوست خاصة الجبنة زعتر، بحبها قوي. بصوا هتلاقوني بحط كتير عشان انا يعني ايه كده، هحط بقى في التاني وافطر وارجع لكم تاني. والحمد لله خلصت بقى افطار وشربت النسكافيه بتاعي وشربت المية، ودلوقتي هيجي دور بقى بداية اليوم المهم قوي. طيب دلوقتي يا عبير انتي بتعملي ايه من اول ما بتصحي من النوم وبعد ما تفطري، يعني كبداية يومك المنجز بتنجزي فيه ايه؟ مبدئيا كده اول ستيب لازم اعملها، وهي ان انا بجيب النوت بوك بتاعتي، اول حاجة اللي انا بحب اكتب فيها وابدأ ان انا، والحوار ده يا جماعة بدأت اعمله مؤخرا، بصوا بكتب مواعيدي هنا وهنا برضو كاتبة مواعيدي، وهنا برضو نفس الفكرة كاتبة مواعيدي.
فالحوار ده مش بعمله بقالي كتير، بعمله مؤخرا. طيب ازاي بكتب مواعيدي دلوقتي يا جماعه؟ احنا النهارده تاريخ كام؟ هشوف بس في التليفون. النهارده يا جماعه تاريخ 15 اكتوبر، تمام؟ ببدا ان انا اجيب ورقه وقلم كده وبكتب هنا فوق 15 اكتوبر، وهوريكم هنعمل ايه. 15/10/2023. شايفين يا جماعه كتبت؟ يلا بينا نشوف دلوقتي انا ازاي بظبط مواعيد يومي وازاي بنجز حاجات كتير قوي. يا جماعه الرك كله على الخطوه الاولى دي. مبدئيا كده انا كتبت التاريخ بتاع النهارده اللي هو 15/10/2023. ببدا ان انا اجيب باي لون، يعني الحوار ده طبعا يعني مش هتفرق كتير، برقم بس المهام بتاعه اليوم. يعني مثلا انت حطي على قد ما انت عارفه. انا مثلا في يومي ببقى عارفه ان اقل حاجه بيبقى ورايا 5 حاجات، فانا هكتب ال5 حاجات ولو في حاجات زياده هزودها. طيب دلوقتي انا عايزه ابدا بايه؟ اول حاجه انا النهارده يا جماعه عندي تصوير اعلان، فببدا اكتب كده مثلا تصوير اعلان ليت ماتش، تمام؟ ده اعلان كده انا بعمله على تيك توك، تمام؟ نيجي عند البوينت الثانيه، انا عندي تصوير فيديو لقناة ساعة لنفسك. طبعا يا جماعة قناة ساعة لنفسك دي قناتي التانية اللي بقدم فيها محتوى تعليمي ومحتوى عن تطوير الذات وازاي نربح عبر الانترنت وازاي كمان نعتمد على نفسنا ونكون واثقين في نفسنا. طيب ده الحاجة التانية اللي عندي. الحاجة التالتة اللي عندي النهاردة مثلا، وهو الحاجة التالتة اللي عندي النهاردة مثلا، ان انا نازلة الساعة 5 تصوير في مصر الجديدة، وبكتب ما بين قوسين كده الكربة. وطبعا لو انا ما كتبتش هنا الساعة عشان خاطر بس اركز فيها، بكتبها يا جماعة في اخر السطر كده 5، وبحط عليها زي هايلايت كده يعني مربع بقى دورية، مهم حاجة تشدني عشان ما انساش. طيب تصوير اعلان ماتش يا جماعة، احنا دلوقتي اصلا انا النهاردة ما صحتش بدري قوي، النهاردة دلوقتي الساعة 12:40. انا دلوقتي هنا على ما اصور لكم الفيديو ده، فانا هكتب الساعة 1، انا هبدأ تصوير الاعلان ده من 1 لـ1:15، هو مش هياخد مني كتير، تمام؟ طيب هخلص 1:15 هوقف؟ لا يا جماعة، احنا ممكن ناخد بريك 5 دقايق بس، وبعد كده ابدأ في تصوير فيديو قناة ساعة لنفسك. الفيديو ده يا جماعة انا لسه هظبط فيه شوية حاجات وهكتبها ولسه هجهز سكريبت، فهبدأه مثلا قوله الساعة 2. طبعا انا من بعد الوقت ده هكون بجهز السكريبت، مش هكون قاعدة. هبدأه 2، هخلصه 3 بإذن الله. طيب يا جماعة طبعا انا هنا هخلص 3 وهنا انا نازلة 5، فبالتالي انا لازم اقوم اجهز للخروجة دي من الساعة 4 او للنزولة دي من الساعة 4. فانا عندي كده من 3 لـ4 فاضي، هبدأ ان انا احط فيه حاجة. ما ينفعش يبقى عندك وقت فاضي وتسيبي نفسك فيه انك تمسكي الموبايل او تضيعي وقت، لان ده هيخليكي ما تنجزيش الشيء اللي بعده. دلوقتي انا هكتب هنا الرد على مسجات الشغل والبيتجات. طبعا الساعة دي هتبقى يعني مدة قليلة جدا، بس انا هحاول انجز فيها شوية حاجات. هيبقى من الساعة 3 للساعة 4. طبعا من 4 لـ5 يا جماعة هكون بجهز، عشان خاطر كده انا مش محتاجة اكتب البوينت دي. تعالوا نشوف بقى النص التاني من اليوم هنعمل فيه. انا طبعا هنزل الساعة 5، فاقوله مثلا بكبيري هرجع البيت الساعة 9. طبعا مش هنحسب من 9 لـ9:30 كده، لان انا اكيد هصلي فيها المغرب والعشاء، لان انا يعتبر كده هنزل بعد العصر. طيب من بعد الساعة 9 هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ ان انا اعمل مونتاج لفيديو عبير بوبا. طبعا الفيديو اللي انا بصوره لكم دلوقتي طبعا لسه هيتعمل له مونتاج، فده هعمل له مونتاج من الساعة 9:30 لحد الساعة مثلا 10، وان شاء الله ما ياخدش مني وقت اكتر من كده، لان انا بصور لكم يومي العادي، فمش محتاجين نعمل مونتاج تقيل. طبعا لسه في بقية حاجات، هكتب رقم 6. هيبقى عندي مونتاج يا جماعة لفيديو قناة ساعة لنفسك، مونتاج لفيديو ساعة لنفسك، وده طبعا بياخد مني وقت اكتر، فده ممكن نقول عليه هنبدأه مثلا 10:15، هحتاج اخد بريك كده بعد الساعة 10:15 ولغاية مثلا 12. وبكده هكون قفلت يومي عند الساعة 12. وهنا نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم تخلوا بالكم منها، وهو النوم بدري. طبعا 12 دي مش بدري، بس طبعا نظرا لان انا ورايا حاجات كتير قوي فمش هعرف اخلصها قبل 12. بتسيب الموبايل بتاعك لغاية يا جماعة لغاية ما يجيلكوا نوم،
بلاش نفضل ماسكين الموبايل تك تك تك، مسجات 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 طبعا، وتلاقوا نفسكم عمالين تضيعوا وقت وعمالين تتسحلوا اكتر ومش بتعرفوا تناموا، فطبعا ده شيء بيضيع الوقت ومش بيخليك تعرف تنام بدري. فخلوا بالكم النوم الصحي هو اساس اليوم الصحي اللي بعده. كده حلوين، ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا خدتوا طاقه ايجابيه كده وتقوموا من دلوقتي تبداوا كل حاجه وراكم. لو بتشوفوا الفيديو ده بالليل لازم تخططوا من بالليل انتوا بكره عايزين تعملوا ايه، ولو بتشوفوا الفيديو ده بالنهار يلا قوموا دلوقتي حالا وابداوا يومكم بكل نشاط وحيويه. اتمنى بقى ان انتوا تقوموا كده تستعدوا وتظبطوا نفسكم وتظبطوا حياتكم وتتعودوا ان انتوا تخلوا يومكم فيه حاجات منجزه كتير وتتبسطوا باليوم بتاعكم. اشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.